سيداتي وسادتي، وينضم إلينا من الأراضي المقدسة موفد تلفزيون دولة الكويت الزميل إسماعيل نوفل. زميل إسماعيل، كل عام وأنت بخير. بداية، كيف يبدو المشهد لديك مع استقرار ضيوف الرحمن بمشعر مزدلفة؟ نعم زميلي، كل عام وأنت والأمة الإسلامية والمشاهدين بألف خير. وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أن أتموا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. عدد الحجاج الذين وصل إلى مشعر مزدلفة بلغ 1,952,817 حاج من الداخل ومن خارج المملكة العربية السعودية. الخطة سارت ولله الحمد على ما هو وعلى نحو ما خطط له، كما أعلن ذلك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والذي أوضح أن الخطة سارت على ما رسم وما خطط له، وذلك نظرا لما يراه الجميع من انسيابية في الحركة وفي تنقلات الحجاج بين المشاعر. نحن الآن في أحد الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، نرى انسيابية كبيرة جدا في هذه الطرق، وذلك يرجع لأسباب كثيرة، أهمها هي منع دخول السيارات الصغيرة ومنع دخول السيارات الكبيرة غير المصرح لها. أيضا الملاحظ هذا العام هو عدم وجود افتراش ملحوظ في طرقات المشاعر المقدسة. الحالة الصحية ولله الحمد لجميع الحجاج مطمئنة، ولا توجد أي أمراض أو أوبئة أو أمراض محجرية لا قدر الله. جميع الوزارات والجهات الأمنية والخدمية تتواجدت مع حجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفة، وهي الآن تتواجد معهم في مشعر مزدلفة وتستعد أيضا لاستقبالهم في مشعر منى. العديد من حجاج بيت الله الحرام اتجه فعلا إلى مشعر منى مبكرا من أجل أن يرمي رمية العقبة مبكرا ويبدأ بالتحلل من الهدي. إسماعيل، بما يتعلق بعثة الحج الكويتية، يعني كيف تبدو أحوال بعثة الحج الكويتية؟ تواجدنا اليوم في مشعر عرفة مع بعثة الحج الكويتية. عدد الحملات التي تحتويها بعثة الحج الكويتية تجاوز 46 حملة. عدد الحجاج الكويتيين تجاوز 7,000 حاج كويتي، أغلبهم وصل إلى المملكة العربية السعودية عن طريق الطيران. الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام القادمين من الكويت تبدو مطمئنة جدا. عيادات النسيم والعيادات الأخرى في مشعر منى وفي عرفة لم تستقبل حالات حرجة ولله الحمد. في ما قبل وجودي أو ما قبل بدء المناسك استقبلت عيادة النسيم حالة واحدة، ولكنها الآن الحمد لله حالة مستقرة وخضعت للعلاج. جميع حجاج بيت الله الحرام من الكويتيين متواجدون الآن في مشعر مزدلفة ويؤدون المناسك بكل يسر وسهولة. الجميع أعرب عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما تقدمه من يسر وسهولة في أداء المناسك. أيضا الجميع أبدى إعجابه بالمساحات الواسعة التي أخذتها بعثة الحج الكويتية في حج هذا العام. أيضا نود أن نهنئ في هذه النشرة نائب رئيس بعثة الحج الكويتية الأستاذ رومي الرومي بعد تعيينه منسقا عاما لبعثات الحج في دول مجلس التعاون الخليجي. موفد تلفزيون دولة الكويت الزميل إسماعيل نوفل، شكرا جزيلا لك.